وينه؟ قاعدون عم بتصوفر كمان؟ اهلا رورو. ما تقلي بلا رورو بلا بلوطي، عم شو مالك وعد بلا اخلاق؟ شو بك ليه عم تبوه؟ ليه عم بوه؟ وليه مش عيب عليك؟ وليه مش انت اخر واحد بتحكي عني هيك؟ شو احكي؟ 22 سنة اصحاب عادل، مأمنت لك على كل اسراري، بتروح بتخبي. شو حكيت؟ قربت لي بيتي، ما ضل حدا عم يحكي معي، ولي من جمعتين على اساس المدير اللي رايحه اتوظف عنده قال لي اوكي وخلص على اكيد رح شغلك. بس عرف انت شو حكيت، قال لي سوري ما فينا نشغلك. انا حكيت؟ شو حكيت؟ عيب عادل، فيك تحكي كل شيء، كل شيء الا عن هذا الموضوع، ولو انه اذا انت بدك تخبر يعني شو تركت لغيرك؟ ما حكيت شيء. شو حكيت؟ ما حكيت شو حكيت؟ مين بقى بده يضهر معي؟ كيف؟ بس فسر لي مين بقى بده يضهر معي؟ ما في حدا. ليش هذا فادي ما ضهر معي؟ بس حضرتك طبعا رحت خبرت وحكيت تركني. شو حكيت؟ ما حكيت شو حكيت؟ شو قلت؟ كيف بتقولن اني انا فيرج؟ ايه؟ كيف بتقولن انه انا فيرج؟ يا حمار بلا مخ بالمرة. شو فيهم؟ شو حالك؟ شو فيهم؟ مين بقى بده يضهر معي؟ ها؟ شوف لي شي شاب بيقبل يضهر مع وحدة فيرج. بتعطلي بنصيبة. وعلى انا اللي بوثق فيك بخبرك كل شيء بحياتي. ما بقدر احكي معي، اخر مره رح اخبرك. ما فكرت فيها بلا مخ.